الوضع للأسف في مصر بقى صعب للغاية، لدرجة إن احنا دلوقتي بقينا بنشوف حاجات يمكن كنا بنشوفها زمان بس بقت بتزيد بشكل كبير جدا، وده اللي خلى الناس دلوقتي تحس إن فعلا كل حاجة بتحصل في مصر بقينا بنشوف أثرها علينا في حياتنا اليومية. تقريبا الحال في مصر والظروف والأوضاع في تدهور كبير جدا، وخاصة مع تدهور الاقتصاد، وده اللي خلى الناس تتجه لحاجات صعبة شفناش قبل كده زي اللي حصل قبل كده في غرب القاهرة، والناس فجأة صحت لقت في جزء من كوبري مسروق، باكية من كوبري حديد أو من السور الحديد بتاع كوبري، كوبري الملك خالد بنطاق حي من شط نصر اتسرقت. متخيل معايا دلوقتي أن من كتر الجوع والفقر الموجود وقلة الوظائف وغيرها من الأشياء السلبية اللي موجودة داخل بلدنا، خلت الناس دلوقتي تتجه أنها تشافت جزء من كوبري واقع فخدوه مشوا عشان يبيعوا الحديد اللي فيه، من غير حتى ما يفكر ان ممكن حاجه زي دي كارثه، ممكن تؤدي لكوارث كبيره جدا وحوادث كبيره جدا، وممكن تؤدي لموت كم كبير من الناس. هو ما فكرش في كل ده، هو شاف قدامه شويه حديد والحديد سعره غالي، قام راح واخد الحديد ده وماشي. حاسه السرقه دي اثارت حفيظه رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي للاسف شايفين ان كل ده بسبب الدوله، وانتقدوا الدولة بشكل كبير جدا واتكلموا عن السرقة. أول تعليق معنا من سامح اللي بيقول إحنا كلنا نعرف واحد خاين سرق البلد بحالها وبيقطع فيها وبيبيع فيها ولا حد فيكم يقدر يفتح بقه. محمد كتب عن الوضع اللي موجود في البلد حاليا وقال هترجع وبقوة سرقة الحديد من تاني من كل ما هو بالشارع. ليه؟ حسب كلام محمد لأن طن الحديد دلوقتي وصل لـ40 ألف جنيه. خالد الحسيني بيسأل عن بلد الأمن والأمان وقال طب الشرطة بقى فين يا جماعة لما حاجة زي دي تتعمل وينقلوها في الشارع عادي. احنا بنتكلم عن كمية حديد كبيرة فجأة طلعت من الشارع ومشت عادي جدا ومحدش واخد باله، مفيش أمن ولا غيره. عبد الله وصف حال الناس وكتب الناس جاعت ولسه السرقة هتبقى في كل مكان بس الصبر. شادي شوبان سأل سؤال مهم وقال فين الكاميرات؟ ولا الكاميرات للأسف بتعطل وقت السرقات فقط. أحمد حمادة بقى كان بيتريق وبيقول عظيمة يا مصر يا أرض الجوع والذل والمهانة ولسه القادم أسوأ، ربنا يخليك لينا يا ريس ويكرمك كمان وكمان. أخيرا أو آخر تعليق كان من وليد محمد اللي كان شايف إنها حاجة مش جديدة، ونفس الكلام في نزلة الوراق دائري في منطقة تانية قال إن موجود فيها نفس الكلام ولسه زي ما هي من شهر، فقال إنها حاجة متكررة بشكل كبير جداً.